صباح سعيد لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد راديو، موعد جديد من برنامجكم صحة وسلامة. حديثنا في اليوم غادي يكون عن الأعشاب اللي كيستعملوها بعض النساء خلال المدة الخاصة بالعادة الشهرية، وضيفنا كالعادة ككل يوم ثلاثاء كيف معودناكم غيكون هو الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. فمرحبا بكل تساؤلاتكم إن شاء الله الخاصة بالموضوع اليوم خلال الجزء الثاني في الحلقة. ما فيها بأس نذكركم بأرقامنا الهاتفية من الآن، هي 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09. وما تنسوش راه كاين كليكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم الخاص دائما برسائل SMS واللي هو 5080. فقط كيكفي أنكم تقوموا بكتابة كلمة صحة SAHA تخلوا فراغ وتبعتوا بسؤال ديالكم باش نجاوبوا عليه إن شاء الله خلال الحلقة. كيف ما شرنا في بداية الحلقة، موضوعنا اليوم عن الأعشاب اللي كيستعملوها بعض النساء خلال المدة الخاصة بالدورة الشهرية. ضيفنا دائما الدكتور عبد الخالق رمضان اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير ومرحبا بك معنا دكتور عبد الخالق رمضان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح النور والتحية لجميع المستمعات ولجميع المستمعين. يا ربي إن شاء الله كل صباح طبعا يوم ثلاثاء وكل صباح يوم جمعة، فالحمد لله صباح معك يكون معطر كل ما هو جميل بالأعشاب بالزيوت الأساسية معطر ومنسم. أكيد، ونتمنى الحياة ديال جميع المستمعات والمستمعين تكون معطرة بكل ما هو زكي وكل ما هو يفوح عطره وكل أي حاجة كتعجب إن شاء الله. إن شاء الله، وصباح مبروك لكل أوفياء ميد غاديو. إذن كيف ما شرنا موضوعنا اليوم دكتور عبد الخالق رمضاني، كنعرفوا أنه بعض المرات الكثير يعني من السيدات كيستعملوا بعض الأعشاب، يعني هما كيظنوا فعلا أنه كتلعب دور في التخفيف من ديك الآلام والأوجاع اللي كتصاحبهم خلال هذه المدة. مدى سلامة هذه العادة دكتور عبد الخالق رمضاني؟ اولا لكن واحد لا شوز كيما تيارك، واحد المساله اللي كتبقى مهمه الا وهي التغذيه، حيت كيف ما اللي عندها علاقه مع جميع الاضطرابات داير اللي كتكون الصحيه ديالنا، جميع الاضطرابات جميع المشاكل الصحيه، اغلبيه المشاكل الصحيه اللي حنا كنعانيو منها كتكون عندها واحد السبب ديال السبب ديالها في واحد اخطاء ربما كاينه ديال التغذيه او لا واحد الاقبال على واحد الحوايج اللي هما اكثر. دونك هنا بعدا اهم حاجه عند المراه انا اللي كنبغي نركز عليها هو يعني نكونوا نتناولوا المواد اللي هي طبيعيه اكثر بواحد النسبه اللي تقريبا نحاولوا نفوت توصل 50%، يعني ونحاولوا نهربوا على جميع المسائل اللي هي مصنعه، المسائل اللي فيها مواد حافظه او لا حتى اللحم والمشتقات ديالو حتى هي نقلوا منها ما امكن. هادشي من بين الحوايج اللي كيقدروا يحسنوا حتى الصحه ديال المراه. وكاين شي مسائل شي اللي كتعاني من المراه وكيكون اختلالات صحيه، وكاين شي مسائل اللي كيكونوا يعني فيزيولوجيا عاديين، منهم بعض الاضطرابات اللي كتكون عندها في الشهر ديالها. وهنايا كنلاحظوا على ان في المغرب حيت هذا المشكل هذا قديم، اذا دائما كان هذا الاقبال على بعض الاعشاب الطبيه، كان دائما الاقبال في المشاكل ديال يا اما داك لو سيندروم مونسترويال، دوك لي ديسمينوري، لي دولور دو ريغل، الحريق ديال الشهر، او لا حتى بعض المرات لي غوتار دو ريغل، يعني فاش كتعطل الدوره الشهريه، او لا فاش كيكون كاع ديك المشاكل الاخرى لي اسباني واسباسيو ايبرمينوري، يعني فيما كيكون شي مشكل في الجهاز التوالدي ديال المراه التناسلي، فكانت دائما كان بعض الاقبال على بعض الاعشاب الطبيه هي بواحد نسبه كبيره. ثبت ان كاين واحد المنفعه في واحد العدد كبير منها، ولكن كيف ما كنشيروا ليه دائما، فدائما خاصنا تكون واحد المعرفه واحد الإنمان بالمكونات ديال بعدا كاين بالفيزيولوجيا، يعني الفيزيولوجيا ديال المراه، الفيزيوباثولوجي يعني الامراض كيفاش كاين هذاك المشكل، وحتى المكونات ديال الاعشاب اللي حنا غادي نستعملوها باش تفاديا للاضرار الجانبيه، للمضاعفات اللي نقدروا نحصلوا عليها، وكذلك ل تفاعلات اللي تقدر تكون مع شي مسائل اخرى اللي حنا كنستعملوها من الادويه ولا التغذيه ولا هذاك الشيء. كنلاحظوا على ان السيدات من القديم دائما كان مثلا فاش كتكون مثلا عندها حريق ديال الشهر، يعني كان الاستعمال ديال بعض شويه ديال الخزامه
كانوا الاستعمال ديال البابونج، استعمال ديال الازير، استعمال ديال الزعتر، استعمال ديال القزبر، استعمال ديال المعدنوس، ديال الكرافس، يعني واحد عدد كبير ديال الاعشاب الطبيه اللي كان الاستعمال ديالها. كاين فيهم اللي هو فعلا ثابت المنفعه ديالو، علاش؟ بحال مثلا اللي ذكرنا الخزامه، فالخزامه دائما كيف ما كنذكروا فهي اوتيروتونيك، بمعنى انها كتساعد هذيك التقلصات ديال العضله ديال الرحم. هي يا هنايا سباسموليتيك، معناها انها مضاده للتشنجات في الجهاز الهضمي، ولكن في الـ في الـ في ديك العضله ديال الرحم بالضبط فهي اوتيروتونيك، معناها كتكثر من التقلصات. وهذه كانت اللي هي تبتات في بعض الابحاث اللي كانت دارت، خاصه بالنسبه للخزامه كانت دارت في المانيا. واذا هي كتعاون باش دغيا تخلص الوالده، تخلص من هذيك باش دغيا يخرجوا لي ريغل، وهكا باش حتى ما كيكونش حتى هذاك الحرق بزاف. كاين بعض الاعشاب طبيه اخرى اللي ربما المفعول ديالها كيكون اكثر من ذلك، بحال مثلا الا ذكرنا مثلا الحلبة فينوغريك، فكنلقاو فيها واحد المكون ديوسوجينين اللي قريب بزاف للماده ديال الاستروجين. وحنا كنعرفوا الاستروجين اللي هي من بين الهرمونات المهمه، الاستروجين بروجستيرون تتعامل من بين الهرمونات المهمه ديال المراه. و يعني هاد الفينوغريك اللي هي الحلبة خاصة نعرفوا على أنها فيها واحد الكيمياء كبيرة من هاد المادة هادي، وبالتالي فكتكون فعالة، يعني عندها واحد الفعالية تقريبا اللي كتمشي كتخدم مع الذات ديال السيدات. وهادشي علاش نبغي نشير ليها هنا. فكاين كنلاحظوا على أن بعض السيدات اللي كتقدر تكون عندهم حتى المعالج ديالهم، الطبيب ديالهم منع عليهم الاستعمالات ديال حتى ديال لا بيلول، حيت كما كنعرفوا ان اللي كتسمى الكينه او الاقرص ديال معنى الحمل، فكنعرفوا انهم فعلا كاين اسباب علاش كنستعملوهم، هذا موضوع اخر، ولكن كاين كذلك موانع الاستعمال. خاصنا نعرفوا بالنسبه لدوك السيدات اللي منع عليهم الطبيب ديالهم يستعملوا هاد الاقراص ديال منع الحمل، فراه خاصنا نعرفوا على انهم ممنوع عليهم كذلك يستعملوا بعض الاعشاب الطبيه من قبيل، خاصه ذكرت الحلبة فهي ممنوع عليهم، كذلك ممنوع عليهم بعض الاعشاب الطبيه الاخرى من قبيل النافع اولا البسباس اولا حبه حلاوه. يعني هاد الاعشاب هادي اللي معروف عليها على انها عندها واحد اللي كنسميوه استروجين لايك، يعني كيخدروا واحد المفعول في الذات ديال فيهم من المكونات اللي كيخدموا بحالهم بحال هاد الهرمون هذا اللي هو الهرمون ديال الاستروجين. كذلك كاين بعض الاعشاب اخرى بحال مثلا كنسمعوا الكرافس، القزبور، المعدنوس، هادو اعشاب طبيه اللي ولا حتى نزيدوا معهم حتى لا كامومي حتى البابونج، فهادو اعشاب طبيه معروف عليها لانها مضاده للتشنجات، هاد مضاده للتشنجات خاصه في الجهاز الهضمي، ولكن هاد الفعاليه ديال الانتي سباسموتيك كتخدم حتى في الرحم، حتى في الجهاز التناسلي ديال المراه، وبالتالي فهي كتعطي هذاك الارتخاء، خاصه بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا كيعانيوا من حق الشهر، اللي كتكون عندهم يعني كتكون عندهم كما كيقولوا بواحد الحريق، بواحد الاوجاع، فكيعاونوهم. ولكن ضروري ان احنا نشيروا لواحد النقطه حداها، هي انه هاد الاعشاب هادو اللي ذكرت خاصه القزبور، المعدنوس، والكرافس بالاخص، فعندهم كذلك واحد الاعراض، واحد المفعول اخر، انهم ديوريتيك، بمعنى انهم كيضروا البول. وبالتالي فكاين الامكانيه ديال انهم ينقصوا لنا من الضغط الدموي، وبالتالي فالتفاعل هنا حاضر بالنسبه للناس خاصه اللي كيمشيو كياخذوا شي علاجات في هذا الاتجاه، او لا شي ناس اللي معروف عليهم على انهم كيعانيوا اصلا من مشكل ديال الضغط الدموي منخفض.
كذلك فبحكم لأنهم هذه الفعالية هذه ديالهم في هذا الاتجاه هذا كديوريتيك فهما كيقدروا يتسبوا لنا في انفويت دو بوتاسيوم بواحد المادة ديال البوتاسيوم الزيون اللي حنا كنا عندنا في الذات اللي هما حيويين ومهمين وبالتالي فناخذوا هذه المسألة بعين الاعتبار أو ناخذوها خاصة بعين الاعتبار إلا كنا كناخذوا شي علاجات كما ذكرت ديال الضغط الدموي خاصة بعد كلكو ديوريتيك يعني بعض الأدوية اللي معروف عليها لأنها كتسبب اصلا في ان كاين كلكو ديوريتيك اللي كيديروا كينقصوا لينا من الماده ديال البوتاسيوم كذلك كاين بعض الاعشاب اخرى اللي حنا دائما كنسمعوا كنستعملوها مثلا الفليون النعناع هادو كيبقى الفعاليه ديالهم بالاخص كتبقى في الجهاز الهضمي اكثر ما هي كتكون في الجهاز التولدي ولكن المساله اللي نبغي نشير لها هو انه اي حاجه اللي حنا ما معتادينهاش يعني السيدة عند ملفة أنه في يعني كيجيها يعني الدورة الشهرية كتجيها في واحد الوقت معين كتجيها بواحد الحريق معين كتجيها بواحد الكيمياء معينة فإلا كان شي اختلافات كثيرة تلاحظت فهنا ضروري كتكون واحد الاستشارة ديال المختص وحتى التعاطي مع هاد الأعشاب هادو كاملين اللي ذكرت مزيان أن بحكم على أن حتى ذاك الرسالة اللي كانت ولو انها نافعه اللي كانت كتجي من عند الجداوات واللي كانت واحد الرس واحدك الارث اللي كنسموه الموروث الثقافي ولا الموروث العلمي اللي كان خاصو كيتمرر عبر لا جينيراسيون فوصل واحد الوقت في واحد لا جينيراسيون اللي بحكم على انهم اللي كان واحد العدد ديال الاعتبارات ما تمررش ولكن حتى جا واحد الوقت يعني واحد عشرات سنين من بعد بغينا نعاودو نحيو هادوك الاستعمالات ولكن ولاو بواحد العشوائيه وبالتالي بحكم على ان الا ما كانتش المعرفه فكنصح ان السيدات اللي كيبغيو يستعملوا انهم على الاقل تكون واحد الاستشاره ديال المعالج نتاعهم باش ما يطيحوش في التجاوزات باش ما يطيحوش في الاعراض الجانبيه باش ما يتفادوا المضاعفات الممكنه ديال الاعشاب اللي ذكرت نعم طيب هاد الاعشاب اللي فعلا فيها اللي كيلعب دور مهم يعني وبنسبه كبيره لهذا المشكل دكتور عبد الخالق رمضاني ولكن هنا السؤال ديالي على الطريقه ديال الاستعمال فكنوجدوا حتى طرق الاستعمال عند السيدات مختلفه كاين اللي كتفكر في هاد الاعشاب كمشروب باش كتخفف من الحده ديال الالم والاوجاع اللي حنا ذكرنا خلال هاد المده كاين اللي كتمشي لابعد من هذا انها كتستعمل هذاك الماء خلال الوضوء اولا داك الحمام طبيعه الحال اللي كتاخذ ولا كاين اللي كتستعمل هاد الاعشاب مثلا وكتخليهم معها مده طويله يعني في داخل هذيك السيرفيات اللي كتستعملها للحمايه هاد المساله واش هي صحيه ولا لا لانه بدينا كنشوفوهم مؤخرا عند كثير من السيدات لا هنايا هنا اللي معروف على الاستعمالات ديال الاعشاب الطبيه يا يعني اما كتكون اللي دائما كنبغي يعني حيت كاين بعض الاجتهادات ولكن الاجتهادات اللي بغات تكون يا يعني اما تكون علميه اولا يعني تكون ملي كنهضروا على مساله علميه راه كاينه ابحاث علميه يعني كاينه دراسات فاليدي بار دي زانستونس عاد فاش كنقدروا نستعملوها اما تكون ممارسات لانه ربما لصدفه أو لأن الجارة قالت لها ولا الأخت قالت ولا فلانة قالت فهنايا مسائل اللي نقدروا اللي خاصنا نتفاداوها فالأعشاب الطبية معروف عليها لأنها في أغلبيتها في الميديو يمين راه من بين الحوايج اللي كأنها كتقدر تصوب أنها كتقدر تعفن وكتولي هي بالعكس هي كتقدر تمكن لنا أرضية للتعفن وبالتالي فمن بين الحوايج اللي كنقدر الممارسات الخطيرة اللي كتقدر تكون هي أن داك الاستعمال ديال الأعشاب في لي بارتي انتيم والاستعمالات ديالهم واحد المدة كيديروا كما ذكرتي في دي سيرفيات فالمعروف على أنه داك السيرفيات غالبا كيكونوا إيميد سواء بالعرق سواء ببعض الإفرازات وبالتالي فهنايا كنديروا واحد الأرضية خصبة للتربيه ديال الجرثومات واللي نقدروا الله يحفظ ترتب عليها مشاكل صحيه نعم منها تعفنات منها نعم الطرق ديال الاستعمال ديال الاعشاب الطبيه ربما اللي معروفه أو الاوج ديالها احسنها هي تكون يعني مصوبه عن طريق
باغ دي زاندستريال فارماسيوتيك، وهنا كنلقاو يعني واحد العدد كبير ديال لي سبيسياليتي، كنلقاوها كاقراص، كنلقاوها كمشروبات، كنلقاوها دي جيلول يعني كاين، ولكن بريباري يعني بدي بولوجي اللي هما محترمين يعني معروفه الكميه. كاين الطريقه القديمه للاستعمال، وهنا خاصها تكون يكون مضبوط فيها المقدار والمده وحتى السبب بيان سور، نكون كما ذكرت الالمام بالمسائل الاخرى اللي دائما كنبغي نشير ليها. اذا هنا الاستعمالات يا اما كتكون بانفيزيون يعني كمشروب لي، اولا دي فوا بعد مرات كنقدروا نديروا هكا ديكوكسيون، بمعنى انها كنقدروا نتبخوها. وهنايا الحاله هنايا فحال مثلا خاصه ملي كتكون فحال الحلبه مثلا اللي نقدروا نشربوها كميكا ديكوكسيون، واحد جوج الملعقات مثلا وكنتبخوهم يعني حتى كيتبخ داك الماء وكنخليوه يبرد وكنشربوه. يعني هذه حتى هي طريقه، ولكن هي فقط خاصه بالحلبه، خاصة بالحلبة. وكنقدروا حتى نستعملوا حتى لبعض الجذور، يعني الجذور ديال ديغيزوم فحال مثلا كنقدروا نديروها لبعض الاحيان للسكينجبير، لبعض الاحيان كنقدروا نديروها للجانسينغ يعني اللي هما جذور، اولا بعض الحبيبات فحال شكل ديال الحلبة. علما بانه الحلبة كاين طرق اخرى ديال التحضير ديالها كيف ما ذكرت، اللي هما ان احنا نخليوها تفرز النبته ديالها. كنبتوها هناك الاستعمال ديالها كيكون اون بلوس ديال المكونات، هناك تكون واحد حتى واحد التركيز وكتضاف ليها، كتكون فيها واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كتكون نافعه. اذا كما باش نعطي غير مثال بسيط ديال الاعشاب الطبيه والاستعمالات ديالها، فراه بعض المرات كنسمعونا الاستعمالات ديالها كيكون كسيبوزيتوار كقويلبات او دي زوفول فاجينو. هنايا الاستعمالات ديالهم فهي ممنوعه، لانه ما كاين حتى شي ثبوت علمي، اللهم بعد الاضرار الجانبيه اللي كتقدر تعرض لها السيدة. باش نعطي مثلا كما ذكرت مثلا البيرسيل اللي هو البيرسيل مثلا ودايوغ هادي فالابل لا بالنسبه للقزبور لا بالنسبه للمعدنوس حتى بالنسبه للكرافس، ولكن بالنسبه للقزبور بالاخص فراه كانت دارت واحد الدراسه، هذا الدراسه في روسيا، واللي تبتات على انه سيتان ستيمولون اوتيرا، معنى هو مضاد للتسنجات في الجهاز الهضمي، ودايوغ ولا واحد المكون اللي كيتباع في الصيدليات تما في روسيا بزاف، وكان الاستهلاك ديالو كثير. هنا ما موجودش عندنا وما كاينش عندنا هنا في المغرب حتى لو كونكورون ديالو، اذا نقدر نذكر الاسم ديالو سيبتا. فهو هذا سيبتا هذا كيستعملوه السيدات تما كاين بواحد الشكل اللي هو معروف، علاش؟ باش لتفادي هذيك المشاكل اللي كتصاحب هذيك الفتره، خاصه ديال الدوره الشهريه. بيان سور هنا نسير واحد الدراسه اللي هي حتى هي ريسونت، اللي كانت تنشرت في جورنال اوف اليرجي اند كلينيكال ايمونولوجي، اللي هو واحد جورنال علمي امريكي، واللي تبت على ان البيرسيل اللي هو القزبور من بين الحوايج المنافع اللي كيدير انه كينقص لنا من الافراز ديال الاستامين، خاصه عند الناس اللي كيعانيو من الحساسيه. وبالتالي هنا عير كاشاره ان فاش كنتعاملوا مع الاعشاب الطبيه كنتعاملوا مع مكونات، يعني وذكرت البيرسيل ذكرت القزبور ذكرت المعدنوس، مزيان نشير ان فيهم واحد المكون اللي هو كثير اللي هو ماده ديال البسوغالين. وهنايا سيتي انفيتاسيون للاخوان الأطباء ديال الجلد باش نديرو ما كرش أن المغرب يكون سباق لهاد واحد الدراسة باش نشوفوا الفعالية ديالو على بعض الأعراض المشاكل الطبية، خاصة المشكل ديال بسوغيازيس واللي هو الصدفية. وحنا كنعرفوا كما كيعرفوا جميع الإخوان الأطباء الأهمية ديال المادة ديال بسوغالين في التعامل مع هذا المرض هذا،
وهنا كما ذكرنا هاد المكونات هادو اللي هما موجودين عندنا بزاف وهما غنيين بزاف بهاد المكون هذا بشغالين. ودايوغ هذا من بين الاسباب علاش هما كيكونوا ايمينو فوتو سونسيبيليزون، بمعنى انهم كيخليو الناس اللي كيستعملوهم بزاف تكون عندهم واحد الحساسيه مع الشمس، يعني البشره ديالهم كتقدر تكون تتفاعل بزاف مع الاشعه ديال الشمس. وغنرجع لك بطبيعه الحال مازال دكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. لكل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا اليوم ويطرحوا اي سؤال وخاص بالموضوع فارقمنا 0522 46 72 50 51 او 0522 43 00 00 والا عن طريق الرقم 5080. ما تنسوش قوموا بكتابه كلمه صحه اس ا اش ا، خليوا فراغ وبعثوا بسؤال ديالكم تم الاس ام اس هو 6 درهم تي تي سي. غادي نبقاو مع فاصل اعلاني رجع مباشره من بعده خليكم معنا. مع الالام والاوجاع اللي كتصاحب المده ديال الدوره الشهريه فالكثير من النساء كيفكروا في استعمال بعض الاعشاب للتخفيف من هذه الالام وهي كثيره بحال الخزامه، البابونج او الكاموميل، السلميه، الزعتر، الزعفران الحر، الشيح، القزبر حبوب، كذلك زريعه الكتان او زريعه البسباس والنافع. هذه الاعشاب هي بنسبه مهمه كتلعب دور كبير في التخفيف من هذه الاوجاع اللي كتكون ناتجه عن التقلصات اللي كتحدث داخل الجهاز التناسلي للمراه. ولكن هنا راه ضروري لازم كل مراه تعرف الحاله الصحيه ديالها، لازم كذلك تعرف واش هي ام مرضعه ولا لا، لازم انها تعمل لي اعتبار واش هي كترضع ولا لا. كنعرفوا انه بعض النساء وخلال ولو انهم كيعطيو للرضيع الحليب يعني الطبيعي ولكن كذلك ممكن كتجيهم العاده او الدوره الشهريه، فكاين هذه المساله ولا هذه الحاله حاضره عند الكثير من النساء. لذلك لازم تعمل اعتبار قبل ما تستعمل هذه الاعشاب بما انها ام مرضعه، لازم تعرف كذلك الحاله الصحيه ديالها واش كتعاني من بعض المشاكل ولا لا، كيف ما شار اليوم الدكتور عبد الخالق الرمضاني بحال بعض النساء اللي عندهم مشكل على مستوى الضغط الدموي مثلا واستعمال هذه الاعشاب. فكينصحوا الاخصائيين انه يكون كمشروب بدون ما كيتغلى، الطريقه اللي احنا دائما كنذكروا بها كل يوم ثلاثاء كل ما كنتكلموا على عشبه معينه، فالاستعمال كمشروب لازم انه يكون ديال هذه الاعشاب بدون ما كتغلى كيف ما شرنا. كيكفي انه كناخذوا كاس ديال الماء كيتغلى مسبقا وكنضيفوه على وحده من هذه الاعشاب اللي احنا بغينا نستعملوها، كنخليوه حتى كيبرد وكناخذوه كيف ما قلنا كمشروب. ولكن يعني حتى قبل ما نستعملوا هذه الاعشاب ونفكروا فيها، فشار اليوم الدكتور عبد الخالق رمضاني النقطه اللي هي مهمه جدا خاصه بالنظام الغذائي ديالنا. فإذا كانت التغذيه صحيه صحيحه وسليمه يعني قدر الامكان تكون طبيعيه، نبتعدوا على كل ما هو مصنع. فهذه النقطه كتخلينا نتفاداو الكثير من المشاكل الصحيه اللي ممكن انها تظهر في الجسم ديال الانسان، وكانت هذه نصيحه اليوم. ورجعنا على ماد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. ضيفنا دائما هو دكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. فاحنا غادي ناخذ اول مكالمه معنا هذا الصباح من مدينه مراكش. صباح الخير رحمه. صباح الخير الاخت عفاف. اهلا وسهلا. صباح النور دكتور عبد الخالق. صباح النور لالا. مرحبا بك رحمه معنا. بارك الله فيك هبه ديالي وشكرا بزاف على البرنامج. الشكر ليك رحمه. حنا مرتب البديل بعقلانيه ماشي بعشوائيه. الحمد لله شكرا لك رحمه. وتعرفي انه من اجمل الاسماء يعني سبحان الله كيقولوا انه الكثير من النساء اللي الاسم ديالهم رحمه فكيكونوا رحيمين يعني بالاخر. بارك الله فيك حبيبه ديالي شكرا هادشي من لباقه ديالك شكرا بارك الله فيك. تفضلي رحمه شنو سؤالك؟ حبيبه عندي بنيه عندها 13 العام هادي ونص عام هادي باش تحقق شهر ولكن الدوره الشهريه وجاتها بالم حاده. نعم. خديت ليها واحد الكالمو بلا ما قلت سميتو من لا فارماسي ولات بحال ولات دايره عليه كتاخذ تقريبا كل شهر. نعم. وخفت عليها من ما عرفتش شنو واش خفت تاخذو كل شهر وما عرفتش شنو هما هذا الاثار الجانبيه ديالو ما باقي صغيره وهادشي غادي وما عرفتش شنو الاعشاب اللي نقدر نعطيها والطريقه ديالهم باش نقدر نحبس ليها هذا الكالمو هذا اللي كتاخذو من لا فارماسي. نعم. قول لي رحمه غير الدوره الشهريه عند البنيه منتظمه؟ منتظمه. ولكن كيجيوها الم حاده من هالمدرسه ما كتقدرش تحمل وكتضطر تاخذ هذاك لي كومبريمي اللي كناخذ ليها من لا فارماسي. نعم كتلقى عليه الراحه. ايه كان شويه بعدا كيتلقى شويه داك الالم. نعم ولكن قولي بعدا ما كياثرش في الانتظام ديال الدوره الشهريه كتبقى يعني ماشي كيقطعها ليها ما كتقطعش؟ لا ما كتقطعش وكتجي عادي 22 29 يوم كتجيها. نعم. انما شتها ولات مدمنه عليهم. نعم. كل شهر دابا جايه السيمانه الجايه حسن وقالت لي ضروري ماما تجدي لي هذاك الكومبريمي خصك تاخذيه ليا خاصك تاخذوه. نعم واضح رحمه ان شاء الله نجاوبوك خلال الحلقه. بارك الله فيك شكرا. شكرا تواصلتي معنا من مدينه مراكش. غادي نمشيو هاد المره للعاصمه الرباط وسميره على الخط. مرحبا بك سميره. سميره صباح الخير.
صباح النور. انا ماشي من مراكش، من الرباط. من الرباط، من العاصمه الرباط. نعم، مرحبا بك. بارك الله فيك. صحكم بخير، كيف درتي؟ لاباس عليك؟ انا وعليك ان شاء الله سميره. مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. صافا الشغله لاباس عليك؟ كلشي مزيان الحمد لله. بارك الله. صباحك مبروك. الله يبارك فيك سيدي. بارك الله فيك. الله يسهل عليك. بغيت واحد السؤال، حيت في لا بيريود ديال الريغل انا ما كيجونيش مزيان، وسمعت بالحلبه بلا مزيانه. لا بروميير جور ديال الريغل في الليل كناخذ شويه ديال الحلبه كنديرها في الماء طايب، كنخويها الماء طايب. حتى الدوزيام جور عاد كنشربها، المهم كنشربها 3 جوغ. لا بروشير فوا باش كتجي الريغل كتجيني مزيانه. نعم. ماشي نعم. دابا انت خايفه، بغيتي تسولي سميره واش عندها شي ضرر بالفعل ولا شي اثار جانبيه ولا لا؟ نعم سميره، غير قولي تعطينا فكره على العمر ديالك. اه عندي 44 عام. نعم واضح، الحمد لله ما كاينش شي مشكل كتعاني منه. لا الحمد لله، الله مالك. نعم. والحلبه لما كتاخذيها؟ عندي ديجا ان بيبي، ما بغيت نعاود ندير، ولكن ما جابش الله، زعما ندير لا بيري ولا حتى حاجه، ولكن ما جابش الله. نعم واضح سميره، وان شاء الله نجاوبك خلال الحلقه. خليك معنا في الاستماع. شكرا لك. ناخذ ناديه على الخط من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك ناديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباحكم مبروك. يعني نوع عليك ان شاء الله. دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله ناديه. الله يخليك يا دكتور، بغيت نسولك. بنتي عندها طلع دابا في 4 سنين وعصبيه بزاف وكثير في الحركه، تيقول لي يعطيها اللويزه، يعطيها البابونج، يعطيها ما عرفتش واش نعطيها هذا الشيء ولا لا، واش الطريقه باش نعطيه ليها. الله يخليك. نعم، انت شنو الغايب انك تعطيها هذه الاعشاب ناديه؟ انها تخفف من الحركه ديالها؟ قال لا ماشي من الحركه، قال لك يهمد زعما. نعم طيب، هو دابا انا عرفت شنو بغيتي ناديه. هما الكثير من الامهات كيظنوا انه حتى كينعس، فالا نعسات غادر تاحي نجي شويه. واضح ناديه، ان شاء الله نجاوبو خلال الحلقه. شكرا لك، توصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. علينا عليك ان شاء الله، لانه بالفعل كثير من الامهات كيفكروا في هذا الامر، كتقول لك الا عطيتو لويزا ولا عطيتو واحد من الاعشاب اللي شويه غادي يتقلو فغادي ينعس، فهكذا غادي نرتاح من الشقاوه ومن الشغب ديالو. ناخذ غزلان معنا من مدينه اكادير. مرحبا بك غزلان. مرحبا لاله عفاف، صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور غزلان. كي دايره حبيبه؟ لاباس عليك؟ على خير الحمد لله. كي داير دكتور الكريم؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يحفظك حبيبه، الله يطول لينا عمركم ولله يخطيكم وتبارك الله عليكم وعلى الاذاعه ديالكم الغزاله. شكرا لك غزلان، مرحبا بك. الله يطول عمرك حبيبه. بغيت غير نسول الدكتور الكريم على عندي واحد البنيته عندها 15 عام. نعم. وكتجيها العادة الشهرية بواحد الشكل غزير جدا، حتى كتولي صفراء ومدبالة، وعطي الوجه ديالها كيتغير في ديك لا بيريود ديال العادة الشهرية. نعم. ومنتظمة بعد عندها الدورة الشهرية غزلان؟ منتظمة مزيان. نعم. شحال هادي باش جاتها؟ أول مرة؟ في سبعة ثمانة تسعة، دابا هذا العام الرابع باش كتعرف الحيض. ودائما بنفس الحده بنفس الاعراض؟ دائما. العام الاول باش جاتها كانت عاديه ضعيفه قليوله، مي لي 3 ans après زعما داكشي مجهد بزاف. واضح سؤالك غزال، وان شاء الله نجاوبو خلال الحلقه. خليك معنا دائما في الاستماع. غادي ناخذ هذه المره خديجه معنا من وزان. مرحبا بك خديجه، صباح الخير. صباح الخير اختي. اهلا وسهلا. كنشكركم الله يجزيكم بخير على هذا البرنامج والاذاعه كلها، الله يجزيكم بخير. شكرا لك. الله يخليك. على فكره السؤال ديالي للدكتور ماشي خارج على الموضوع ديال الحلقه. نعم. بغيت نسول على ذاك الصباح غير كي كنفيق كنحط رجليا في الارض كيضربني فيهم الضوء. شحال في العمر ديالك لاله خديجه؟ لا قولي 39. 39 سنه. نعم. شحال تقريبا وانت عندك هذا المشكل؟ ايوا شنقول لك، غير مؤخرا زعما ماشي. شحال تقريبا؟ شهرين هكاك. مع الفصل ديال البرد، حتى دخل البرد شويه؟ لا ماشي ارتباط زعما بالبرد. فاش كتخدمي؟ نعم. شنو العمل ديالك خديجه؟ لا ربت بيت. ربت بيت، نعم. الوزن ديالك خديجه؟ عندي الطول 1.74 والوزن 84 كيلو. واضح. واضح. شي سؤال اخر لخديجه ولا واضح؟ ما كتستعملي حتى شي علاج، حتى شي دواء، حتى شي مشكل صحي ما عندك؟ عندي مشكل ديال طونسيون، كنستعمل مسوس وزعما وعطاوني ماغنيزيوم صافي، هذه زعما اللي
واضح ان شاء الله نجاوبك خديجه. شكرا لك تواصلتي معنا من وزان. شكرا تحيه لكل وفي انا بوزان. حنا راجعين باش نوصلوا دائما حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما ميد غاديو. طبعا دائما ضيفنا هو الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. غادي نجاوبوا اول مستمعه كريمه توصلت معنا هذا الصباح دكتور عبد الخالق اللي هي رحمه من مراكش. فرحمه كتسول بخصوص البنيته ديالها في العمر ديالها تقريبا 13 سنه، فكاين مشكل ديال الالام ديال العاده الشهريه. الان هي اصبحت يعني لدرجة الإدمان كيف ما وصفت الأم ديالها رحمة، كتاخد نوع واحد من المسكنات في كل شهر باش كتجنب المشكل ديال الآلام والأوجاع خلال هذه المدة. فهي دابا كتسول واش يعني من حقها تخاف أو لا من بعض الأضرار والآثار الجانبية الخاصة بهذا المسكن. هنا في إطار ما هو تكميلي، أنت دائما كنركز على المسألة المتمنى كان طرقوا الأعشاب الطبية، ملي كنطرقوا الزيوت الأساسية، ملي كنطرقوا التغذية، فهذه مسائل اللي هي ما هي إلا تكميلية، مسائل اللي هي كتمشي في المصاحبة ديال الإنسان. بيان سور هذا ما عمره ما كي حيد لنا ضرورة ديال الاستشارة ديال المختصين في كل واحد في المجال نتاعو. فبالنسبه للاخت رحمه، بالنسبه لهاد لي سيفغي، انا على حسب ما كما ذكرتي مزيان، فولا الدرجه ديال الادمان. نعم. لدرجه انها قبل ما كتقول الام ديالها ضروري توجدي ليا راني غادي، يعني يقول لها واحد، حيت كاين الخوف والتخوف. هنا ولا واحد التخوف من واحد المساله اللي باقا ما وقعتش، خايفاها لا توقع. وبطبيعه الحال من الحجم اللي كنتخوفوا منها خاصه المساله النفسيه، فضروري كنلقاو على الاقل ما لقيناش كنلقاو بعد ذاك الاحساس اللي حنا كنقلبوا. هنايا كمصاحبه كنقدروا نمشيو بواحد جوج الاعشاب الطبيه اللي هي معروفه وخفيفه واللي كتقدر كتعاون في هذا السن هذا، اللي هي البابونج والخزامه. يعني هادو كينفعوا ربما وقيله هذه تكون جواب على واحد العدد كبير ديال التساؤلات ديال الاخوان. نعم. الاخرين حتى غزلان اللي من اكادير سولت البنيته ديالي في العمر ديالها 15 سنه، فهاد الجواب غيكون كذلك اجابه على سؤالها. نعم. بطبيعه الحال فهو كما ذكرت، يعني هاد الخليط ديال هاد جوج حويجات، يعني نكتفي بهاد جوج حويجات اللي هما البابونج مع الخزامه. البابونج. نعم. فهما واحد ثلاثه المعلقات يوميا، يعني في هذيك يعني النهار اللي قبل اولا في ديك الايامات كامله اللي كتكون فيها الدورة الشهرية. فهنايا كتكون واحد المنفعة، كتكون واحد يعني واحد الحالة ديال الارتخاء كتحس بها الطفلة البنت. وكذلك يكون حتى يعني دغيا كيتخلص من داك يعني دغيا كيتفرز حق الشهر. كذلك كاين هنايا واحد الاختيار اخر اللي هو انا كنحبدو كذلك، الا هو استعمال بعض الزيوت الأساسية، خاصة هنايا في هاد الحالة هادي وهنا كتعطي نتائج مزيانة. الزيت الاساسي ديال الخزامه، ولكن ديال لافوندولا انغوستيفوليا بالاخص. وكذلك يعني كيكون معاه واحد كميات قليله ديال الزيت الاساسي ديال لا سالفيا اوفيسيناليس ديال السلميه. الطريقه ديال الاستعمال هي واحد جوج نقطه من كل واحد من هاد الزيوت هادي، الاستعمال ديالهم ثلاثه المرات في النهار كمساج، يعني تحت لومبيليك تحت السره، غير خارجي مع استعمال بعض الزيت. فهنا كتحس بواحد التحسن كبير. وبالنسبه للكاموميل ولا البابونج مع الخزامه غتاخذهم كمشروب، ثلاثه ديال المعالق في اليوم، يعني مفرقين. تمام. وتقدر تستعمل هاد جوج الحويجات، وضروري يكون هنا كيف ما تكون فاش كيكون الحاله فيها شويه ديال الادمان، فضروري تكون واحد المصاحبه ديال راسافا سوباس، يعني تكون تمشي لها واحد الرسائل اللي هي ايجابيه. هذه كذلك اللي هي من بين المسائل اللي كتنفع، خصوصا البنيتات يعني لما يلاه كيوصلوا البلوغ، يعني وكيشوفوا ديك التجربه ديال الدوره الشهريه والعاده الشهريه لاول مره، فكنعرفوا البنيته لانه ما سبقش وعاش هذه التجربه، كيكون داك التخوف كيكون. فهنا الدور ديال الأم اللي نورمالمون كان كي خاصها تكون بداتها معها، بدات معها التوجد ديالها يعني من قبل، وتشرحها لها، ويعني كيكون هذا اللي هذه هي الاهميه ديال لا كومونيكاسيون ديال الحوار. ما بين الام والبنت، وما بين الاب والبنت، وما بين الوسط العائلي، ماشي مسائل اللي هي مهمه بزاف وحنا ما كنعطيوش الاهميه ديالها. نعم، خصوصا لما كيتعلق الامر بشي حاجه اللي هي كترجع للطبيعه ديال يعني الفيزيولوجيه ديال كل واحد فينا، فلازم نشرحوا لهم هذه المساله، لان اي حاجه اللي حنا متعودين هاش
نهار كتوقع كنتخوفوا منها. هذه من الطبيعه ديال الانسان ديال الانسان. نعم خاصنا نكونوا مستعدين ليها. نعم نمشيو هذه المره دكتور عبد الخالق رمضاني باش نجاوبوا سميره من الرباط. سميره العاده اللي كتعمل هي خاصه بالحلبه, قالت كتاخذها يعني كتشربها الحبوب ديال الحلبه مع الماء اللي هو مغلي كيبات يعني داك الماء مغلي في الحلبه وكتاخذهم في اليوم الموالي. فكتقول هذه العاده كتستعملها هذه مده يعني نوعا ما هي لقات عليها الراحه. ولكن دابا كتسول واش يعني محقا تخوف واش هاد الحبوب ديال الحلبه كاين فيهم شي ضرر ولا لا؟ هي الحلبه معروفه بالمنافع ديالها الكثيره. ربما وقيله فايت منا تناقشنا عليها فايت منا نعم خصصنا ليها حلقه كامله الحلقه وهضرنا على الاهميه ديالها فيما يخص المشاكل ديال الكوليسترول, المشاكل ديال الحلق, هضرنا على المشاكل ديالها في الضغط الدموي, المشاكل ديالها في تعديل نسبة ديال السكر في يعني كمصاحب الناس. ولكن هضرنا كذلك على المكون اللي فيها كثير اللي هو الديوسجينين, واللي قلنا هاد هذه كتقارب يعني من ناحيه الفعاليه ولا من ناحيه التكوين ديالها كتقارب الماده ديال لوستخور الهرمون ديال لوستخوجين اللي كاين عند السيدات اللي هو الهرمون الانثوي. ويعني وحتى ديك الاعراض الجانبيه ديال مثلا ديال بين قوسين ديك السمنه وداك الشيء فراه هي نفس الاعراض الجانبيه اللي كتكون عند الاستهلاك ديال الماده ديال الاستروجين. هنايا الاستعمال ديالها يعني خاصو كيف ما الحذر اللي ناخذوه مع الاستهلاك ديال الاستروجين ناخذوه مع الاستهلاك الكثير ديال الحلبه. يعني كيف ما ذكرت قبيله فبالنسبه للسيدات اللي مانع عليهم مثلا الطبيب المعالج ديالهم استعمال الاقراص ديال الحمل فهنا كذلك سيفالاب بالنسبه للحلبه الحلبة. فكذلك ناخذهم على الاعتبار لانها تقدر تعرض لنفس الاعراض الجانبيه. الاستعمال ديالها الا ما كان عندها حتى شي مشكل صحي يعني ما كانش دي كونتراندكاسيون فالاستعمال ديالها بهذا الشكل حنا ذكرنا ان حنا تقدر تستعمل واحد جوج الملعقات ديال سواء الطحون سواء هكاك وتقدر ديروا اون ديكوكسيون بمعنى انها تقدر هنا تطبخوا هنا يعني حتى كتطبخ هذيك جوج الملعقات وهادو تقدر تشربهم حتى جوج الملعقات حتى لواحد المده ديال حتى سته المعالق يعني موزعين معالق صغار بطبيعة الحال موزعين في اليوم ديالها بدون أي تخوف. هنايا بالعكس هنا كتكون عدل المنافع اللي ذكرناها. نعم وما يسري على الحلبة فما كيسريش على باقي الأعشاب يعني بالطبيعة. قلنا أنه قال اليوم دكتور عبد الخالق رمضاني الحلبة بالفعل كتبخها مثلا الحالة ديال سميرة ولكن راه باقي الأعشاب دائما كنقولوا ما كتغلاش فوق النار, كنغليو الماء بوحده من بعد كنصبوها ولا كنخويوها على هذيك العشبه كنخليوها حتى كتلق شويه وكيبرد داك الماء من بعد كنستعملوها كمشروب. فاذا ما تسمعوش فقط الحلبه نطبخوها راه باقي الاعشاب كلها لا. فغادي نمشيو هاد المره باش نجاوبوا المستمعه الكريمه اللي هي خديجه توصلت معنا من وزان. هي السؤال ديالها خارج الموضوع ولكن في الجزء الاخير من حلقه اليوم غادي نجاوبوها. الدكتور عبد الخالق رمضاني هي عندها مشكل كتقول لما كتفيق الصباح يعني كتحس بالرجلين ديالها كانها كيضربها الضو, فشرط انه الوزن ديالها 84 كيلو على متر 74 يعني عندها نوعا ما شويه زيادة في الوزن ما عرفتش عندها علاقة ولا لا, وعندها كذلك مشكلة على مستوى الضغط الدموي. هنا بالنسبة للأخت خديجة هو الموضوع ديالها ضروري موحد الفحص كلينيكي يعني خاصة ضروري أن اكزام كلينيك وربما تحاليل ربما أشعة ربما يعني ربما يكون البحث واش المشكل نورولوجيك واش المشكل في يعني في السياتيك ولا بوزلوم كيف ما كنسميوه اولا يعني واش كاين واحد العدد كبير ديال المشاكل اللي كتقدر تعطينا هاد العرض هذا واحد من هاد يقدر يكون واحد من بين الاعراض ديالو. اذا ضروري يكون والحمد لله هو المشاكل هادو كامل اولا نقصان كذلك حتى في بعض المكونات مثلا من قبيل فيتامين بي كتستعمل كذلك الماده ديال المغنيسيوم يعني مزيان ان احنا نضيفوا ليها شويه ديال النوتريمون شويه ديال النوتري ثيرابي ولكن ضروري خاص واحد التشخيص باش نكونوا عارفين شنو هو السبب بالضبط اللي كنتعاملوا معه. ربما كزيوت اساسيه كتغت لكن غنستعملوها فهنا على حساب اشنا هو
شنو السبب، شنو هو المشكل اللي عندها؟ نعم طيب ان شاء الله علاش لا ممكن انه في احدى الحلقات نتكلموا على بعض الاعشاب والزيوت الاساسيه اللي كتفيد في هذه الحاله مثلا اللي كانت عند المستمعه الكريمه اللي هي خديجه. ان شاء الله نقدروا نخصصوا احدى الحلقات مع الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. مشكور مره اخرى دكتور عبد الخالق، ونهارك مبروك، صباحك مبروك ان شاء الله. موعدنا معك يوم الجمعه المقبل في صحه وسلامه ان شاء الله. غير واحد الاشاره بالنسبه لغزلان اللي قبل الطفل ديالها. نعم. اللي هي ناديه اللي هي ناديه اولا ناديه بالنسبه للطفل ديالها اللي هو البنيته عندها 4 سنين وكثيره الحركه وفيها فذكرت كثيره الحركه، فهي خاصة نعرفوها واش كاينه ولا ما كايناش. وهنا ضروري يكون ربما قيل الاستاذ ميمون غادي يكون احسن مني في هذا يوم السبت. طبعا ناديه تابعي بالفعل البروفيسور ميمون التدريبي طبعا في برنامج مع المحلل، لانه ربما لا بريزون واش كاينه فعلا هذه لاجيتاسيون كاينه ولا ما كايناش ولا غير بيرسي اجيتاسيون اولا ربما قيل ديال هي السبب ديالو، يعني الموضوع شويه كبير. نعم مشكور مره اخرى دكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، موعد جديد غادي يجمعني بكل الاوفياء في حلقه الغد. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد المجدولين على العلامه الادريسي اللي رفقتني في الاخراج، وسميحه اللي كانت في استقبال مكالماتكم. بقيه اوقات طيبه على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو.